يقول: نسمع عن حديث الأحد أو خبر الأحد، ما معناه وهل هو يوجب العمل؟ بارك الله تعالى فيك. وطبعا بعض أحبتنا من العلمانيين والذين لا أدري من أين جاءوا يعني دعوى عدم قبول خبر الأحد، وادعوا أن كثيرا من العلماء والفقهاء لا يأخذون بخبر الأحد، يعني ويردون خبر الأحد. سأبين لك بارك الله تعالى دكتور حكم الله. أولا، ما هو خبر الأحد؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين من حيث عدد الرواة، إلى سنة متواترة، حديث متواتر، وحديث أحد. حديث المتواتر ما رواه جمع عن جمع عن جمع من أول السند إلى منتهى يستحيل اتفاقهم على الكذب من العدول الثقات الضابطين، كان عددهم أكثر من 3. أما حديث الآحاد ما رواه واحد أو 2 أو 3، خاصة في القرن الأول، لكن إن شاع ورواه أكثر من ذلك في القرون الأخرى فهذا في الحقيقة لا يخرجه عن كونه حديث آحاد، لا يخرجه عن كونه حديث آحاد. ولذلك العلماء بيقسموه إلى 3 أقسام. القسم الأول من أقسام حديث الآحاد بيسموه المشهور، وهو ما رواه 3 من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عن 3 ثم رواه جمع غفير بعد ذلك. نعم. يعني من الصحابة إلى التابعين 3 عن 3. ومنه العزيز ما رواه 2، ومنه الحديث الغريب ما رواه 1 فقط. طيب، ما حكم، وده السؤال الوارد، العمل بحديث الأحد؟ حديث الأحد الذي ثبتت نسبته وصحته يوجب بإجماع الفقهاء العلم والعمل، العلم بأنه خرج من فم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والعمل بما جاء في الحديث. نعم. بالذي نستفيد من ذلك الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك استدلوا بأدلة من القرآن ومن السنة، يعني استدلوا من القرآن بقوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والطائفة 3، عدد قليل. واستدلوا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث برسالة للملوك والرؤساء ويعني القبائل مع صحابي واحد، ويحمل الصحابي برسالة ويقبل النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في الرسالة. واستدلوا من القرآن بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طيب، لو جاءنا صادق بنبأ اقبلوا، صح، بنقبل، صح. والصحابي، الرجل الصحابي اللي قال للنبي: رأيت الهلال، قال: أأنت رأيته؟ قال: نعم. فأمر النبي، صام النبي رمضان وأمر الناس بالصيام. فقبول الواحد في الحقيقة يعني ده أمر مفروغ منه. نعم. عند الفقهاء والعلماء أمر يترتب على عدم القبول، إنه معظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم خبر أحد، وبناء عليه عدم القبول رد السنة، رد لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك حتى العلماء لم يقبلوا خبر الأحد يعني قبول عادي، يعني على سبيل المثال المالكية يقبلون حديث الأحد اللي رواه واحد ما لم يخالف عمل أهل المدينة، لأنه من مصادر التشريع العرف عند الإمام مالك عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة. طب ليه الإمام مالك يعني جعل من ضمن أدلته عمل أهل المدينة؟ عمل أهل المدينة قال لأنهم أقرب الناس وألصق الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدرى الناس بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالذين يعملون اليوم توارثوا العمل من الذين سبقوهم من الصحابة والصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام.
الأحناف وضعوا ضابط آخر مع ثبوت يعني الحديث ألا يخالف أمرا عمت به البلوى. يعني إيه معنى الكلام ألا يخالف أمرا عمت به البلوى؟ معناه إيه الكلام ده؟ يعني إيه ده؟ قريب في الحقيقة من كلام الإمام مالك، ألا يخالف أمرا يعني من الأمور التي يعمل بها أهل المدينة. أهل المدينة جمع، نعم. وإذا واحد فبيخالف الدنيا كلها، والدنيا تعرفت على أمر أهل المدينة كما قلت، هم أدرى الناس وأحفظ الناس لسنة النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. ولو فعل واحد بخلاف ما يفعلون لأنكروا عليه. الأحناف قالوا ألا يخالف حديث الآحاد أمرا عمت به البلوى. فعلى سبيل المثال، لو شاع بين الناس مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن المسلمين على سبيل المثال يذبحون عن، وردت أحاديث صحيحة في ذلك، عن الغلام شاتين في العقيقة وعن الـ عن الـ عن الجارية شاة، وأن النبي ذبح شاتا، فده أمر عمت به البلوى، انتشر وشاع بين المسلمين وتعارفوا عليه. فلما يأتي واحد بحديث يخالف ما شاع وتعارف عليه الناس واشتهر بينه، فالأحناف في الحقيقة لهم وجهة نظر في المسألة دي. لكن يرد عليهم في الحقيقة الأحناف خاصة أن خبر الأحد يقبل بشرط ألا يخالف ما هو أصح منه. لا يخالف خبر الواحد، لا يخالف ما رواه جمع أزيد من واحد أو ثلاثة. لكن على كل، حتى يعني نبين حكم العمل بخبر الآحاد، إذا ثبتت نسبته وصحته فنقول كما قال الإمام أحمد ابن حنبل وكما قال الإمام الشافعي، إذا ما ثبتت صحته ويعني كان سنده سليما وصحيحا سليما من الآفة والعلة، فيعمل بحديث النبي ولا يلتفت لغيره صلى الله عليه وسلم. نعم. بارك الله فيكم دكتور، وفيكم بارك الله.